جاسم. أهلا مريم. هل عملت إطارا لصورتنا؟ ستكون جاهزة بعد قليل. حسنا، أنا بانتظارك. لماذا انكسر الإطار يا أبي؟ لا أعرف، حاولت أن أثقب الإطار فانكسر الخشب. عندي مشكلة الآن. ما المشكلة؟ انظر، كلما حاولت ثقب الإطار انكسر الخشب. ولماذا تستعمل هذا المثقب؟ كيف أقدر أن أثقب الخشب؟ عندي مثقب كهربائي أحسن من هذا اليدوي. تعال معي سأريك طريقة أفضل لتثقب الخشب. هات الإطار. هيا هيا. انظر انظر، هذا هو المثقب. المثقب الكهربائي أفضل من المثقب اليدوي، إنه لا يكسر الخشب ولا يتعب اليد. أقدر أن أستعمله؟ أقدر. خذ، لحظة، بكل سرور. ولكن متى سأستلم الإطار؟ بعد ربع ساعة. كاف. افتح يا سمسم أبوابك. تعال يا بد، عندي شيء ممتع أريدك أن تراه يا بد. ولكني سأذهب لتناول الغداء. أجله، سوف لن أخذ من وقتك الكثير. تعال وانظر هنا، عندي هذه السلسلة العجيبة، انظر إليها، أقدر أن أعمل منها أشياء كثيرة، أشياء جميلة. انظر، إنها سلسلة عجيبة حقا. هل رأيتها يا عزيزي بدر؟ هذه السلسلة عجيبة؟ طبعا، انظر إليها. انظر يا عزيزي، هل رأيتها؟ طيب انظر، ها أنا أضع السلسلة على الطاولة وببعض الحركات الخفيفة من يدي. أنيس، ما هذا الذي تفعله؟ انظر، انظر ما الذي حدث. سلام، انظر هنا، إنها الدائرة. طيب، دائرة وبعض. ما رأيك بهذه الدائرة؟ مثل الدائرة. انظر ما سأعمله الآن يا عزيزي بدر. طيب أنيس، لحظة من فضلك. أنيس، انظر إلى هذه الألعاب الغريبة، ببعض الحركات الخفيفة من يدي ستتحول السلسلة من شكل الدائرة إلى شكل آخر. هناك شيء عجيب. انتظر وسترى العجب يا بدر. ماذا ستفعل الآن يا أنيس؟ انظر، والآن صار لدينا هذا الشكل المربع. ترام. طيب، هو تقريبا مربع. أنا متأكد أنك لا تستطيع أن تعمل مثل هذه الأشكال. طبعا أقدر. صحيح؟ وماذا بعد؟ طيب طيب، والآن يا بدر هذه هي اللعبة الأخيرة. لحظة، لحظة واحدة وسترى. أيضا بهذه السلسلة العجيبة يا أنيس. نعم يا بدر. لحظة، لحظة واحدة يا بدر، لحظة وسترى الآن الشكل العجيب الذي أعمله. انظر، بحركة خفيفة من يدي رشيقتين. كفى أنيس، قلت لك إنني جوعان. حسنا يا بدر، انظر الآن إلى السلسلة، صارت السلسلة العجيبة مثلث. سلام. طيب وبعد؟ ما رأيك يا بدر؟ لا بأس. انظر إلى رأس المثلث. ما به؟ أعتقد أنه يشبه رأسك. لا أظن ذلك. والآن ما هي اللعبة التي تريد أن ألعابك ليست عجيبة لك؟ كل واحد يقدر أن يعمل. ألعابي ليست عجيبة؟ لحظة واحدة وسترى لعبة جديدة يا بدر، لعبة عجيبة من ألعاب الخفيفة. ماذا تريد أن أعمل لك يا بدر؟ طيب. مصر أنها عجيبة؟ طبعا هي عجيبة. طيب يا أنيس، اصنع لي منها شطيرة لحم شهية. شطيرة؟ واحد اثنان. ها هي الشطيرة كلها بالهناء والشفاء. ما الذي حصل؟ هذه علامات الخريف. ما معنى الخريف؟ السنة أربعة فصول، الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف. الخريف
فصل من الفصول الأربعة. تخف حرارة الصيف ويبدأ الخريف، ونرى الضباب وتهب العواصف وتسقط أوراق الشجر. إذن هذه علامات الخريف. قلت لك ذلك. كم رجلا للحصان؟ واحدة. لا، كم واحدة؟ اثنتان. لا، كم واحدة؟ ثلاثة. لا، كم واحدة؟ أربعة. صح. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع. هذا اليمين هذا الشمال، هذا الوسط هذا اليمين هذا الشمال، ونحن في الكتابة، ونحن في الكتابة، من اليمين نكتب إلى الشمال نذهب، وعندما سينتهي السطر نعود ثانيا من اليمين إلى الشمال وهكذا. سنكتب الحروف بمنتهى الجمال، سنكتب الحروف بمنتهى الجمال، من اليمين إلى الشمال وهكذا. من فضلك أريد قطعة كبيرة من الشوكولاتة. ليس عندي شوكولاتة، هذه مكتبة أبيع فيها كتبا. أريد قطعة كبيرة من الشوكولاتة. قلت لك يا صغيري إن هذه مكتبة أبيع فيها أقلاما. أريد قطعة كبيرة من الشوكولاتة. قلت لك هذه مكتبة أبيع فيها دفاتر. فهم. حسنا، اعطني دفترا وقلما وكتابا من الشوكولاتة. مكتبة. نعم، في المدرسة. هل يصنعون مثل هذه الأشياء في المدارس؟ هل يصنعون مثل هذه الأشياء في المدارس؟ لا، هذا مركز الفنون والصنايع في ليبيا. لا، هذا مركز الفنون والصنايع في ليبيا. في الوطن العربي مراكز كثيرة لهذه الأشياء. في الوطن العربي مراكز كثيرة لهذه الأشياء. عمل ممتع. مرة ثانية من الأول. ماذا يعملون؟ إنهم في مدرسة. هل يصنعون مثل هذه الأشياء في المدارس؟ لا، هذا مركز الفنون والصنايع في ليبيا. في الوطن العربي مراكز كثيرة لهذه الأشياء. عمل ممتع. Thank you.
أرجو أن يصل ذلك السمكري إلى هنا بسرعة. صوت الماء وهو يقطر من الحنفية مزعج. أخيرا وصل السمكري. مرحبا كامل. قرقور لا تقل لي إنك السمكري. حسنا لن أقول لك، سوف أصلح الحنفية ثم أنصرف بهدوء، بهدوء تام. ولكن هل تعرف كيف تصلح حنفية ماء؟ طبعا، أستعمل مفتاح للربط وهي مفاتيح الربط. طيب الآن سوف أرى أي من مفاتيح الربط هذا يجب أن أستعمل. هل أستعمل الكبير أم الأكبر أم أكبر الجميع؟ يا قرقور أظن أنك أخطأت في هذا. عفوا يا صديقي، أنا سمكري، هل تريد أن تعلمني كيف أقوم بعملي؟ تستطيع أن تقوم بعملك، لكنك أخطأت في ترتيب مفاتيح الربط الكبير فلك. أنت متأكد؟ نعم، أترى مفتاح الربط هذا؟ إنه كبير تمام، لكن مفتاح الربط هذا الذي هنا أكبر، إنه أكبر حجما من الأول. صحيح صحيح. ومفتاح الربط هذا، هذا المفتاح هو أكبر المفاتيح وأكبرها جميعا، أتراه؟ إنه أكبر جميع المفاتيح. فهمت ما تقول يا كامل. مفتاح الربط هذا كبير، ومفتاح الربط هذا أكبر، وهذا المفتاح هو أكبر الجميع. صحيح تماما يا عزيزي السمكري. طيب بما أننا اتفقنا، سوف أخذ أكبر هذه المفاتيح وأصلح لك الحنفية. طيب يا قرقور، المطبخ من هناك. كنت سأدخل من هنا. لا، المطبخ طيب. من هناك. ها هي الحنفية التي تقطر ماء، سوف أحاول أن ألف هذه القطعة الصغيرة هنا. أرجو أن يصلح الحنفية جيدا. يهو، هذه الحنفية لم تعد تقطر ماء. حسن. الماء يتدفق الآن. قرقور قرقور، لا تقف هكذا، أفعل شيئا. التنقيط أستطيع إصلاحه، لكن التدفق لا أفهم فيه. لكن ماذا سنفعل بكل هذا الماء؟ طيب خذ هذه بسرعة واشرب. قرقور حكاية اليوم سيحكيها لكم ملسون. حسنا، استمعوا إلي. كان يا مكان، يا سادة، يا كرام، يا أحسن الخلان، كان هناك حطاب. ذات يوم خرج الحطاب إلى الغابة ليجلب الحطب، وبينما هو يجمع الحطب ويغني بين الأشجار، فجأة سمع صوت دب، فالتفت الحطاب فرأى دبا قادما وراءه يريد أن يأكله. فقال الحطاب للدب: هل ستأكلني أيها الدب؟ فقال الدب: نعم سآكله. فسكت الحطاب مفكرا، وكان يفكر بطريقة تخلصه من هذا الخطر. فقال للدب: قبل أن تأكلني تعال نتسارق. فضحك الدب وقال ساخرا: أنت الضعيف تصارعني وأنا القوي الكبير. فأجابه الحطاب: طبعا حتى أريك قوتي. قال الدب للحطاب: ما دمت تريد ذلك فتعال، أنا حاضر للمصارعة. فقال الحطاب: ليس الآن، أعطني مهلة أذهب إلى بيتي وأعود إليك. فاستغرب الدب من ذلك فقال: لماذا؟ فقال الحطاب: نسيت قوتي في البيت، أجلبها وأعود لنتصارع. فقال الدب ساخرا: طيب طيب اذهب ولا تتأخر. فقال الحطاب: ولكن إياك أن تهرب في غيابي. فصاح الدب مستغربا: أنا أهرب منك؟ مستحيل. فقال الحطاب: وكيف تضمن لي أنك لن تهرب؟ قال الدب: افعل ما تريد. فقال الحطاب: خلني أربطك بالحبل إلى هذه الشجرة حتى لا تهرب. فوافق الدب،
وبعد أن ربط الحطاب الدب ربطا قويا بالحبل تناول فأسه والحطب وسار نحو بيته. فصاح الدب وراءه: يا حطاب يا حطاب لا تتأخر. فأجابه الحطاب ضاحكا: ستبقى في مكانك ولن أعود إليك. فصرخ الدب قائلا: ولماذا إذن ربطتني إلى الشجرة؟ فقال الحطاب ساخرا: حتى أتخلص منك، أنت قوي بجسمك، أما أنا فقوي بعقلي، وعندي عقل فكرت به وانتصرت عليه. فصار الدب يبكي ويقول: هل تتركني مربوطا إلى الشجرة بدون ماء وبدون طعام؟ سأموت جوعا. هو فرق قلب الحطاب له وفك وثاقه بعد أن تعهد الدب بأن لا يؤذي أحدا في الغابة. ما أجمل هذا الحيوان؟ إنه حيوان الباندا. الباندا؟ نعم الباندا، وهو نوع من أنواع الدببة ويعيش في الصين. حرف الكاف هذا سكر، في داخله حرف الكاف هذه سكين للحم، كانت تستخدمها أمي في داخلها حرف الكاف. بكتابي أحلى كلماتي فيها يبدو حرف الكاف، كفتة كبة لحم كباب، كيس سكر وأنا الكنغر. كي 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 كاف، أجمل حرف الكاف كاف. أهلا بكم، والآن عندي هنا، نعم هنا، كرة صغيرة. ماذا عندك يا هالة؟ كرة كبيرة. صح، كرة كبيرة، نعم صح، سأضع الصغيرة بجانب الكبيرة. عندي هذه كرة أخرى، وهذه طبعا أصغر، صح؟ صح. انظري، هذه هنا صغيرة وهنا أصغر، صح؟ سأريك غيرها، وهذه هنا أصغر الكرات، صح؟ أوه. هل ترينها؟ طبعا ترينها حقا؟ صغيرة جدا. هذه أصغر الجميع وبعض الناس. مرحبا معنا. أهلا. كنت أنظر إليكم، أنا لا أرى الكرة الصغيرة. أوه صح، هذه أصغر الجميع. أين هي؟ كبيرة جدا. صح، ألا تراها؟ أرى الكبيرة والصغيرة والأصغر، هذه أصغر لكن... الجميع. والآن يا بدر خذها. يحكى أنه كان هناك دب قد عطس، فدفع كل أصدقائه بعيدا عنه حين عطس. ضع يدك على أنفك، ضع يدك على أنفك. لكنه وضع يده على قدمه وعطس الدب ثانية، فوضع يده على ذقنه. ضع يدك
على أنفك حين تعطس. لكنه لم يفعل ذلك، بل وضع يده على ركبتيه. مسكين هذا الدب، وعطس الدب مرة أخرى عطسة كبيرة. ووضع الدب يده على أذنه. ضع يدك على أنفك حين تعطس، ألا تسمع؟ هيا ضع يدك. ثم عطس مرة أخرى، ولكنه عرف أخيرا ما يجب أن يفعله حين يعطس. لقد غطى أنفه وقدم له أصدقاؤه وردة، فقد عرف أنه حين يعطس يجب عليه أن يضع يده على أنفه. تمر الأيام فنكبر، وبدون حنان أبوين لا ينمو طفل أو يكبر، وبدون إرادة خالقنا لن ينبت زرع أو يخضر. أطفالا نخرج للدنيا. نشكر لله ونبتهل أن يجعل دنيانا عيدا، نفرح بالعيد ونحتفل ونعيش بحب وسلام، وبعون الله لنا أمل. أطفالا نخرج للدنيا. ندعو لله ونصلي يجزينا الله بطاعته. أطفالا نخرج للدنيا. هذا حذاء كبير. حذاء أكبر. هذا أكبر الجميع. يا جاسم، ماذا عندك اليوم؟ عندي لعبة المحاورة الشعرية. ما معنى المحاورة الشعرية؟ يعني أسألك وتجيبني، أقول الشعر فتقول أنت شعرا مثله. موافقون؟ موافقون. أسألكم، من الذي يطوف بالرسائل ويحمل الأخبار؟ نراه دوما ساعيا يسائل ويحفظ الأسرار. أنا الذي أطوف بالرسائل، أزور كل دار. أنا الذي يا سادة الأفاضل أجيء بالأخبار. أحسنت، أنت الذي. من التي تقوم في المستشفى بأحسن الأعمال؟ تساعد المريض حتى يشفى وتسهر الليالي. من أنا التي أجول في المستشفى وأسهر الليالي، لا أترك المريض حتى يبقى بأحسن الأحوال. أحسنت.
هكذا يفعل الشعراء. أنت التي أنت التي أنت التي ممرضة. من التي تعلم الأطفال كتابة الحروف وكل ما يكتب أو يقال تجعله معروف؟ أنا التي أعلم الأطفال وأرسم الحروف، أعلم الأسماء والأفعال وأدخل الصفوف. إذا سمحتم أنت التي معلمة. من الذي يطوف في الأحياء كبائع جوال؟ من الذي لديه من أشياء يحبها الأطفال؟ أنا الذي أطوف بالأحياء كبائع جوال، أنا الذي عندي من الأشياء ما يعجب الأطفال. أحسن. أنا الذي اسمي هنا نعمان وأركب الحصان وآكل الرمان وألعن الشيطان. سمسم من إنتاج مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لدول الخليج العربي.